ابني بالوقت اللي كان قدام عيونك اجيت واخذت اغلى شي بتملكه بهي الدنيا، وانا بوعدك هلأ اني رح خليك تعيش نفس الوجع اللي خليتني عيشه. اصحك اصحك تلمسه، عم تسمعني؟ انت غلطت وخليتني كون عدو لك. دم ابني ما رح يروح هدر. انت عارفان شو عم تقول؟ انا ما بعرف ابنك ولا عملت له شي. اسمع، اذا شعره وحده من يجيت بتتأذى. الو اطمنتي على حفيدي؟ وحتى أنا بستعنك كمان. جابوا مربية جديدة على القصر مشان تهتم بيجيت، بين عليها منيحة. لما كنتي جنبه كنت مطمنة أكتر، بس هلأ هو بين إيدين وحدة غريبة. كان مبين عليه مبسوط، وحتى كان هادي كتير ومتوالف هو وياها. رح أرجع جدد الشاي. شوفي جيت، اجت اختك فريدة، حكولي عنك كتير. كيف تعرفت علي؟ ومن اول لحظة حتى لو حكوا علي قدامها، بس هي ما شافتني من قبل. غريبة. شو اللي عم بتساوي؟ لا تقربي، اطلعي لبرا. انت اللي رح تطلع لبرا. اطلع، يلا اطلع لبرا. خالتي جاهدة، انا عندي مشوار ولازم اطلع، ما رح طول. شو بنتي، لوين رايحة؟ صاير شي؟ ما بطول عليكي خالتي. ابني ليش قمت من تختك؟ يجيت مانو هون. كيف مو هون؟ ايه مانو هون، هديك المربي هي اللي خفت يجيت. يا الله، يا ربي. تعالوا سفر، وينك؟ بدي السيارة. أخذتها مشان أغسلها أمير بيك؟ جيب لي إياها بسرعة، الموضوع طارئ. يلا فورا أمير بيك. يا ويلي يا ويلي، لا لازم خبرهم. شو صار مليكة؟ صار شي سيء كتير، مالي عارفانة شلون بدي خبرك. خلصيني احكي مليكة. يجيت يجيت خلصيني بقى احكي شو فيه. يلا اركب فورا. مين حضرتك؟ مو بدك ابنك، اجينا ناخدك تشوفه.
لهلا عقلي ما عم يستوعب كيف بيصير هيك شيء. مين اللي عمل هاي العملة؟ ياسمين. مين؟ ايه حكمت بيك، هي اللي خطفت يجيت. وهي شلون بتعمل هيك شغلة؟ أمير هو اللي خبرني، وبعدين طلع من البيت بسرعة. عقلي ما عم يستوعب بنوب. معقول كلياتنا بالبيت وما هيك قدرت تاخد حفيدي وما حدا حس عليها؟ والله إيدي تربطت. فريدة. خير أختي مليكة، ليش هيك صوتك؟ قلي لي شو صاير؟ يجيت منيح بنتي؟ يجيت، يجيت انخطف. المربية الجديدة هي اللي خطفته. مين؟ لا 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 لا، إذا فكرتوا تأذوا ابني ما رح خلي حدا منكن عايش. عم تسمعوني شو قلت؟ إذا بدك تشوف ابنك طلع، وإذا ما بدك تصطفل. شو عم بيصير هون؟ لوين أخدينه لأمير؟ وقف، بترجاك وقف لي شوي، وقف. الحق هذيك السيارة بسرعة. مو هون، راح. شو هالمصيبة اللي وقعت على راسنا؟ الله يكون معنا. شو ما عم بيرد عليك؟ لا. وليش ما عم بيرد بقى؟ يا رب يا رب وقف معنا يا رب. اجا ليكو سفر؟ هاد سفر. شو اللي صاير حكمت بيك؟ خطف يجيت من البيت. خطف؟ كيف هيك؟ وينو أمير سفر؟ ما بعرف، اتصل فيني وقال لي جيب لي السيارة وما قال لي شي تاني. شو صار؟ معقول ما جهزوها؟ ليش تأخروا لهلأ؟ خلصوا والقنبلة اجت. رح خليه يتعلم شلون يفكر يغلط معي. هو اللي بلش ولازم ياخد عقابه. Thank you.
إذا فكرت تلمسهم رح أقتلك. عم تفهم علي؟ رح أقتلك. ما رح ألمسهم، لا تقلق، ما رح لوت إيدي بالدم مثلك. أنت شو عم تقول؟ بإيدي دفنت ابني جوات القبر ودفنت قلبي معه، بس أنت لا ابنك ولا حتى حبيبتك رح تقدر تلاقي منه شيء، لأني رح أقطعهم تقطيع وخليك تشوف هالشي بعيونك. أنت ابني 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 يجي يجي تهدى حبيبي، لا تبكي، لا تخاف يا روحي، لا تخاف، أنا جنبك، ما رح أتركك، رح طلعك من هون، بترجاك لا تبكي. هيجيت لا تخاف حبيبي، لا تخاف حبيبي، رح نطلع من هون بوعدك، بترجاك يا روحي، حاج تبكي. يلا تعالوا افتحوا هذا الباب، تعالوا طلعوا هذا الولد لساته صغير، بترجاكم. يلا تعالوا افتحوا هذا الباب. لك حرام عليكم هذا الطفل، معقول ما في عندكم قلب؟ لا يجيت، يلا افتحوا هذا الباب بسرعة.